اكيد. هلا وين وصلنا يا سالي؟ رح نروح هلا محطتنا زينب الطبية لما يمكن وصلنا. محطتنا الطبية، وصلنا أكيد لهيدي المحطة الهامة خلينا نحكي. وطبعا الأول من شهر كانون الأول هو يعتبر اليوم العالمي للتوعية بمرض الإيدز أو السيدة، وأنشطة جمعية تنظيم الأسرة السورية. رح نتحدث اليوم عن توزع مراكزها في كافة المحافظات السورية لتقديم المشورة لهالموضوع. بصرنا نرحب بالسيدة رؤى حورانية، عضو في لجنة الوقاية من الإيدز في جمعية تنظيم الأسرة واللجنة الوطنية في الوقاية من الإيدز. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يعني دكتورة بالبداية خبرينا اليوم عن الأنشطة اللي حتقوموا فيها كجمعية تنظيم أسرة بهي المناسبة ونشر التوعية. الحقيقة اليوم العالمي للإيدز هو مناسبة عالمية، مو بس على صعيد كافة الدول. بتكثف الجهود العالمية والمحلية للمشاركة بالتوعية حول طرق انتقال مرض الإيدز والحد من الوصمة والتمييز للمتعايشين. فجمعية تنظيم الأسرة شريك مع وزارة الصحة في تقديم طبعا المشورة والتثقيف، نعم، والرعاية طبعا بهذا المجال. نعم. قامت طبعا هلا عم بتشارك جمعية تنظيم الأسرة مع الندوة المركزية التي تقيمها وزارة الصحة اليوم في حلب. فبالعادة بتكون مركزية، هالمرة كانت في حلب، وعم بيقدموا الشباب في جمعية تنظيم الأسرة من خلال المسرح التفاعلي مسرحية تعرض بيعرضها خلال 10 دقائق، بيقدموها للحد من الوصمة والتمييز تجاه المتعايشين مع فيروس الإيدز. لا بهذه المناسبة. نعم. يعني يمكن نحن كشباب لنا دور كثير كبير خلينا نقول، او انتم ايضا في التوعيه لهذا المرض، خلينا نعتبره المناعي اللي ممكن يتكيف فيه الشخص مع ذاته، بحاجه لدعم نفسي، لانه هو اغلب الامراض هي بحاجه لدعم نفسي اكثر من ما بحاجه لعلاج يمكن. فنحكي عن هذا الموضوع وعن شق الدعم النفسي لمرضى الإيدز. الحقيقة أنه الشباب لهم دور كبير، وعنا بجمعية تنظيم الأسرة في عنا لجان، وخاصة لجنة الشباب في لجنة الوقاية من مرض الإيدز، عم بيكون في عمل حسيس طبعا في سبيل أنه نشر الوعي. في نشاطات، عم بيكون في دورات تثقيفية بتقيمها جمعية تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة للتثقيف بهذا المرض للمتطوعين يلي عندها، وهن غالبيتهم من الشباب طبعا بمجالات بيدرسوا باختصاصات مختلفة. بالإضافة طبعا للندوات يلي عم بيقوموها والمسرحيات والسكتشات، طبعا في بعض المطبوعات البروشورات بيساووها. بالنسبة طبعا للرعاية والعلاج، الحقيقة انه العلاج كثير عام انه المتعايشين ياخذوا، بس هو المسؤول عنه طبعا هي وزارة الصحة المعنية بهذا الموضوع باعتبارها هي الراعية الأساسية، وإحنا شركاء مع وزارة الصحة في تقديم المشورة طبعا لمرضى الإيدز، حيث تنتشر إحنا طبعا مراكزنا في كافة المحافظات السورية. طبعا في عنا بس محافظتين حاليا توقف ما في مراكز، بالنيترا وبالرقة، أما بقية المحافظات عم في عنا مراكزنا يلي عم بتقدم خدمة المشورة يلي هي كتير ضرورية للناس يلي حابين يطمنوا عن نفسهم هل أصيبوا يا ترى أم لا. نعم. من خلال إجراء طبعا اختبار السريع. نعم. يلي احنا بترفدنا فيه وزارة الصحة. نعم. هلا يمكن معنا كمان فاصل لنشوف الفواصل الإعلانية التوعوية أيضا عن مرض الإيدز، ونرجع كمان بعدين نتابع معك.
تنظيم الأسرة كالواقي الذكري والأنثوي وإقدام إعطاء المرأة الحامل مضادة أدوية معينة لحماية المولود. لم نعرف أن فيروس HIV فيروس هش ما بينتقل خلال الممارسات العادية واليومية، فما بينتقل بسرعة من خلال الإصابة. وبـ 2020 حسب إحصائيات UNAIDS عالمية تسجل 690,000 وفاة للأسف ومليون ونص إصابة جديدة. طبعاً لنفس المصدر UNAIDS وبنفس عام 2020 يوجد 37.7 مليون متعايش مع HIV، 36 منهم هن بالغين فوق عمر 15 سنة، 1.6 مليون هن أطفال دون 14 سنة. أما بالنسبة لسوريا فتبعاً للإحصائيات لإدارة UNAIDS بسنة 2011 هن وجدوا 762 حالة متعايشة مع مرض الإيدز، إضافة ل 69 حالة جديدة تم تسجيلها بالسنة. وكمان معدل الإصابة بالنسبة للجنس كان 3-1 حيث 3 ذكور لكل امرأة. في دراسة ثانية قامت فيها منظمة الصحة العالمية WHO بسنة 2016 هن أعطوا الأرقام التالية، حيث أنه في 640 حالة متعايشة مع مرض الإيدز، في 22 حالة جديدة تم تسجيلها بسنة 2016 إضافة لسبع مليون. سبب الوصمة اللي بيتعرضها المتعايشين مع متلازمة نقص المناعة المكتسبة بيشعروا انهم بعيدين عن المجتمع، وكثير عدد قليل منهم بيبدأ يتجهوا للفحوصات او يسأل خوفهم من نظرة المجتمع. ولكن نحن بجمعية تنظيم الأسرة السورية ضمن مركز الشباب بنقدم مشورة حول الإيدز أسبوعياً بشكل سري وتطوعي ومجاني من الشباب إلى الشباب، وهذا كان العامل اللي ساعدنا كثير لحتى نكسر حاجز الخوف. يعني شفنا هالفاصل التوعوي عن مرض الإيدز بمناسبة يوم العالمي لمرض الإيدز. خبرينا كمان في سكتش مسرحي حتقوموا فيه كمان ضمن الفعاليات اللي عم تقوموا فيها. الحقيقه هو حيكون حاليا بحلب، هلا الندوه المركزيه هلا احنا هون، حيكون بحلب الندوه المركزيه وهنيك حيقدموا السكتش المسرحي. تمام. هون الصراحه هلا الشباب اللي هون عم بيقدموا محاضرات تثقيفيه بالتعاون مع الشبيبه طبعا، بمراكز ايضا مراكز المشوره بالعيادات الخاصه بجمعيه تنظيم الاسره. نعم. طبعا بحب اشير الى ان وزارة جمعية تنظيم الأسرة كانت طبعا سباقة في وضع سياسي تحد من الوصمة والتمييز تجاه مرضى الإيدز ضمن سياستها الداخلية. نعم. للناس العاملين لديها. نعم. طبعا هي استراتيجية عالمية، ولكن ألزمت طبعا كل من يعمل لديها ومتطوع بتوقعه طبعا على تعهد بانه ما يوصم الاشخاص المصابين بالإيدز 100%، سواء كان من العاملين لديها او نعم. من يلي عم يترددوا على المراكز. يعني هون نحن بنشير مكون كبير كاستراتيجيه طبعا وطنيه، ولكن ما حدا بيوقع موظفينه على انك انت ما في انك ضد الوصمه والتمييز لاي شخص. بالنسبة لجمعية تنظيم الأسرة نعم. كانت هي سباقة بهذا الموضوع. صحيح. في أنه توقعهم لما بدهم يتوظفوا عندها. نعم. ممتاز. وهم منشير أنه المراكز مجانية وسرية للحفاظ على الحقيقة هي الخدمة عم بتكون هي عبارة عن مجانية، والاختبار هو طوعي يجرى فيه اختبار السريع. هون اختبار طوعي يعني الشخص لحاله، بس سرية المراكز نشددها، سرية مو سرية المراكز، الحقيقة هي سرية للأشخاص المعلومات تماما. سرية أسماء الأشخاص اللي بيترددوا بالمركز. على المركز ما حدا بيعرف، يعني ما بينحكى الاسم، وخاصة إذا كان طلع بالاختبار الأولي إنه إيجابي حامل. فهون إحنا كدورنا بنحول هذا الحالة الإيجابية لمخابر وزارة الصحة حتى تجري تحاليل أخرى تأكيدية. ساعتها وزارة الصحة هون صار دورها هي اللي تكمل الدور لهالشخص هذا، تثبت إيجابيته بشكل قاطع أو لا. أما على الاختبار السريع احنا إذا أخذنا إيجابية فورا ممكن يصير خطأ في إحالة، في هو مو خطأ، هو الاختبار السريع نسبة طبعا الإيجابية فيه يعني الوثوق فيه بحدود 98%. نعم. ما في شيء 100%، فإذا طلعت هالحالة هاي فإحنا دوما في عنا طريقتين للاختبار، بس طبعا بتساويهم وزارة الصحة بمخابرها
لأتأكد النتيجة الإيجابية أو إنها تنفيها سلبية. بس إحنا هون في تعاون نحيل للمراكز أكيد. للمخابر أكيد. يعني بظل وجود الأوبئة اللي نحن عم نعيشها هلأ بعده مرض الإيدز منتشر مثل أيام زمان؟ لا صار في وعي أكبر ل... الحقيقة بدك تضلي توعي، ما بدك تقولي أنه انتشر أكثر ولا أقل، ولكن يعني إحنا دوما بدبني على أنه لابد من أنه نضل ماشيين في التثقيف الصحي، لأنه هو كتير أساسي لنحمي الأشخاص اللي ما انصابوا. الناس اللي انصابوا عم يتقدم لهم العلاج من خلال وزارة الصحة. ما احنا كجمعية تنظيم الأسرة عم نضل نتابع بالتثقيف الصحي، عم نجري طبعا التحليل الاختبار السريع بمراكزنا، وبدنا نضل مستمرين في الكشف عن الحالات الجديدة طبعا، ونتساعد يد بيد مع الجهات الأخرى. بدنا نتمنى لكم التوفيق والله يعطيكم العافية. وبنرجع بنقول التوعية هي شاملة، وبنعرف نحن طرق انتقال الإيدز. يعني نحن مثل ما بنعرف كسوريا ما سجلنا حالات كبيرة مثل أوروبا أو مثل برات البلد، كونه نحن بتحكمنا أعراف وتقاليد يعني ملتزمين فيها وأخلاقيات ملتزمين فيها، ولكن أحيانا أمراض الإيدز تنتقل عن طريق الإبر، عن طريق دكتور الأسنان، عن طريق الوشومة وغيرها من هالقصص. هي عن طريق الدم، هي عن طريق الدم، يعني هي ناقل الدم. تماما هي أحد الطرق الأساسية إذا كان هذا دكتور إذا كانت الأدوات الحادة غير معقمة. 100% طبيب الأسنان إذا ما له معقم، حتى ما نظلمه لدكاترة الأسنان، إذا كان هو عم بيعقم بعيادته فما بتنتقل، ولكن إذا كان في خلل بالتعقيم في أي مكان بأدوات الجارحة فممكن إنها 100%. تنتقل تنقل العدوى إذا كان أحدهم مصاب، في حال طبعا كان هذا الدم ملوث إن شاء الله. لا نعم، شكرا لوجودك معنا وكل المعلومات اللي عطيتينا.